طيلة سنوات الحرب على سوريا بقيت السويداء متمسكة بالثوابت الوطنية. يبدو الحنين منكم لإسرائيل يعني أخذ يعني ما بقى فيكم. يقول أن ما جرى في السويداء لا ينم عن عادات وتقاليد وإرث أبناء محافظة السويداء. هدول أهل السويداء اللي كانوا يدعوا أنهم هن النشامى دنب إسرائيل أنتم. أبناء محافظة السويداء هم جزء من سوريا. أنتم أحفاد سلطان نتنياهو. المشكلة في السويداء ليست مشكلة في الوعي العام، الوعي الوطني في أعلى مستوياته. وصرتوا زبالة، أنتوا في مستنقع الصهيوني صرتوا هلأ. السويداء محافظة العقل والوطنية. أنتم جبل الجرب. تاريخ المحافظة هو تاريخ مشرف. يعني ضروري ذكرك أنه 70% من جيش النخبة جولاني بإسرائيل هنا من جبل العرب. السويداء أكبر من أي تشويش وأي تشويه وأي إساءة. لعمم أقذركم في عليكم بس. لك يخرب بيتك عبيت الشاشة بزاء، شو بكون بحثتوا فرد بحثي على الجماعة؟ لسه ناس بتنفخ بأهل سويدا وناس بتتف عليهم، اثبتوا على رأي بقى. فئات الشبان التي قامت بفعلاتها اليوم إلى قسمين، قسم أن يكون له ارتباطات خارجية مباشرة وقسم مغرر به. يلا يلا يا شباب، الخارجين على القانون يوقفوا طابور على اليمين والمغرر فيهن يوقفوا طابور على اليسار. هاي انتو ليش واقفين هيك بالنص؟ انتو طابور الغاز؟ طيب جماعة الخارجين على القانون قربوا لعندي شوي. أكدت وزارة الداخلية أنها ستلاحق الخارجين عن القانون. الخارجين عن القانون المجرمون أحفاد الخنازير والغرباء أحفاد جنبلاط مستوردون أحفاد شارون مصدرون إلينا من الخارج دنب إسرائيل أنتم مجموعات متفلتة مع وأحفاد نتنياهو خارجين عن القانون طبعا في عليكم بس. لك لسه من شوي مسحتي بعت لك حمى. بعدين ايش عم تبزق على الناس؟ الناس طالعين يتظاهروا بسبب الأوضاع المعيشية السيئة، عملتوا لي اياهم أحفاد شارون ومجرمين ومارقين وأشرار. فالضائقة الموجودة حاليا هي حالة عامة. ليكو الغلاء موجود بكل سوريا، ضائقة عند الناس جميعا، يعني نحن نعاني جميعا. بس بالسويداء في غلاء؟ ليس على السويداء فقط. ليش ما طلعت جبلي؟ ليش ما طلعت اللاذقية؟ وجع الاقتصادي هو وجع عام، هذا وضع عام بكل سوريا وكلنا غاضبين من هذا الأمر. في كل مكان الكل يعاني. يخرب بيتكم بدكم يعني مثل ما بعرف أنا بدي كتير غضبانها. الله يسامحكم هيك عصبتوا لجده طالعتوا له ضغطه للزلمة. الجماعة عم يقولوا لكم إنه الوجع عام والكل عم يعاني، فبدل ما تطلعوا مظاهرات لازم تموتوا من الجوع وأنتوا ساكتين. حتى إذا كان هناك في ضرورة للتعبير عن قضية اقتصادية وعبر عنها بشكل سلمي، يعني مو بالجحشني بتعبر عن غضبك. لكم الحق في أن ترفعوا أصواتكم بكل ما يحتاجه المواطن، مو بالغباء بتعبر عن غضبك. حق التظاهر هو حق مشروع إذا تحدثنا عن هذا الأمر، التعبير عن الرأي هو حق دستوري وقانوني. لك معروف بكل دول العالم لما بيتعرض أي مجتمع لأي ضغط بيعبر عن 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 غضبه، بيطلع بيوقف بهدوء أمام المعنيين، وقفوا قدام المحافظة ما حدا ماسكه، ورجعوا على بيوتكم، يعني هي التظاهر. شايفين كيف بيصير التظاهر الراقي؟ بتروح على مكان وبتقول مطالبك وبترجع على البيت أو على الفرع. أنت عليك تعبر عن رأيك وأكيد صوتك رح يوصل لكل فروعة الأمن، أو إذا بدك فينك تتظاهر بطريقة رومانسية تراجيدية حزينة. سيدي الرئيس بترجاك نرجوك، صار الوضع لا يطاق لا يحتمل، صار فوق طاقة البشر. بترجاك وانت بتعرف بكل شيء عم يصير، بترجاك الحلول عندك، الحلول عندك يا سيدي الرئيس. بترجاك سيد الرئيس، بترجاك أرجوك يا سيد الرئيس، الحل بإيدك أنت بس، الحل إنك تحل عن الشعب. بترجاك.